على مستوى خط الوسط، شايف مين اللي ممكن يعني يلعب بثلاثة في وسط الملعب في مباراة القطن، ولا يلعب باثنين فقط ويلعب مثلا بواحد زي قفشة، واحد زي قندوسي، واحد قندوسي السلية موجود برضو، اعتقد ان هو سولية، جاهز. لا لازم يلعب باثنين الماتش ده، لازم الماتش يلعب ده باثنين بقى. يلعب باثنين. هو بيلعب في العادي باثنين، هو في العادي حتى ماتش سان داونز تقريبا القندوسي كان بيلعب يعني بيقوم بالمهام بتاعه 10 بشكل كبير اكتر من 8 يعني. لكن القندوسي احنا عارفين هو لعيب كويس ويقدر يهم بالاثنين. بالدور ده بالظبط، هجوميا ودفاعيا. هو ما شاء الله لسه صغير في السن وعنده باور وكورته حلوه، فاعتقد ان هو يعني 90% هيبدا بقندوسي، وممكن يعني غالبا يا ديانج يا حمدي فتحي، ممكن السوليه يشترك ما دام ديانج. احنا شايفين برضو ديانج الفتره اللي فاتت يعني قل شويه لحد ما برضو، حقيقي، لا حقيقي يعني طبعا، وميس نتكلم باس، بصراحه نتكلم لا بصراحه اتكلم بمنتهى لحد الصراحه ما طبعا، لحد ما برضو حاسس ان هو مش في الفورتمو في مش الفورتمر مركز. بتاعه بالظبط، او مش مركز. ممكن يكون الكلام الكتير اللي حصل حته ان جاي له عقود احتراف او ده وارد وده طبيعي وده من حقه، لكن الكلام ده المفروض ان انت تفصله عن الملعب. يعني انت المفروض ان انت بتنزل الملعب، انت لعيب محترف، المفروض ان انت نازل الملعب خلاص ده شغلك وده اكل عيشك، والحاجات الخارجيه العقود والكلام ده وعقود الاحتراف دي بتبقى في وقتها في اخر السيزون اللي بنتكلم فيها مفيش مشكله. صحيح، لكن اعتقد ان الراجل هيبدا يلعب باثنين وقدامهم 10 ان شاء الله.